بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الاهلي، دكتور وائل ابو العزم يحييكم، حيث يسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على اخر مباراة في الدور التمهيدي للترتيب من 1 لـ 8، المباراة رقم 14 بين فريقي الاهلي وسبورتنج، بيمثل النادي الاهلي ميرال اشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، تمارا نادر السيد، حبيبة محمد، بيكو، يارا أسامة، جيدة خالد، هنا حتحوت. والإدارة الفنية لغزال مصر مديرا فنيا الكابتن طارق خيري، ومعاه الكابتن كريم محمد إسماعيل، والكابتن علياء محمود، لياقة بدنية كابتن محمد عبد العزيز، ومدير الفريق كابتن ماجد المسلمي، إداري كابتن نجاح ربيع، محلل أداء كابتن أكرم الشربجي، تأهيل نفسي دكتورة مي القاضي، طبيبة دكتورة مروة الحسيني، علاج طبيعي دكتورة ياسمين الكيلاني، وتدليك الكابتن إيمان جمال، ومهمات كابتن محمد جمعة. أما سبورتنج بيمثله آية خالد، ريم هشام، ديستني، منار إيهاب، نور الله علي، نورهان أحمد، جينا حازم، نادين ياسر، هاجر محمد، عائشة سالم، نيفين بهاء الدين، هالة مصطفى. والإدارة الفنية الكابتن محمد محروس مديرا فنيا، ومعاه الكابتن مصطفى فكري، والكابتن مصطفى جامع، والأحمال كابتن أحمد إبراهيم، مدير إداري كابتن جانيت السباعي، إداري كابتن محمد جابر، والطبيبة دكتورة أسماء عوض. يحكم لقاء اليوم الكباتن كابتن أمير محمدي والكابتن مرام محمد، وعلى الطاولة نهى فاروق، ريم عماد، عبد الله صقر، جنى أشرف. لحظات وهنبدأ مع حضراتكم كرة القفز، ونزلت اللاعبات أرض الملعب، ونادين في منتصف الملعب قدامها الناحية التانية، هاجر محمد، وفي أول توقف كده إن شاء الله بعد ما نبدأ هقول لحضراتكم موقف الفريقين إيه في الترتيب في الجدول ونظام البطولة إيه. بسم الله وعلى بركة الله، وسهرة رمضانية سعيدة مع كرة السلة المصرية، والكرة مع سبورتنج، تاخدها ريم هشام، ريم بتعكس الكرة لنور الله علي، ولكن طويلة خارج الملعب أوت سايد لصالح النادي الأهلي. نادينا تطلع الكرة تلعبها الرضوة، رضوى النادين لرنيم، رنيم لرضوى، تاخدها على طول ثريا، تتقطع منها الكوره، ريم هشام بتعدي ريم من ناحيه اليمين، قافل عليها رضوى، تلعب الكوره لمنار ايهاب، ومنار بتحاول تعدي وبتحاول تخترق، وخطا الشخصي الكابتن امير محمدي بيحتسبه على رضوى محمد، اول خطا شخصي في المباراه من نصيب رضوى محمد. رميتين حرتين لصالح منار ايهاب، هتصوب الرميه الحره الاولى تنجح التسجيل، 1 سبورتنج، هتصوب الرميه الحره الثانيه ما تنجحش في التسجيل، تلم الكوره هاجر محمد، تاخد منها الكوره رضوى، ومخالفة المشي بالكرة، وكرة صالح رضوى. رضوى بتعدي رضوى، تلعبها ناحية اليمين لرنيم، ورنيم طالع على الباسكت ومحاولة، وأوت سايد لصالح النادي الأهلي. أوت سايد من الحد النهائي لصالح النادي الأهلي. هتطلع الكرة رضوى، ورضوى تلعب الكرة على طول لفريدة، وفريده لثريا ناحيه اليمين، وثريا بتوسع لنفسها، وداخله ثريا، داخله ثريا، ويا سلام يا ثريا، بتخترق تلم كرتها تاني، تلعبها رنيم، وتصويبه من رنيم بتخبط في سن الحلقه ولكن تروح لسبورتنج، وكره ناحيه اليمين لديستني، هات وخد تاني مع نور الله، لديستني لنور، تسقط الكره تحت الباسكت لهاجر اللي ما تنجحش في التسجيل، وهجمة سريعة ودخول على الباسكت ومحاولة للنادي الأهلي ولكن ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لسبورتنج، ريم هشام، ريم بتعدي والزون مفتوح، وتصوب تخبط في سن الحلقة، تلمها ثريا، وماشية ثريا، داخلة ثريا، تقف على كرتها، تلعبها
ليه بميرال اشرف اللي بتصوب في سن الحلقه تروح الكره السبورتي. ديسني وتصويبه من ديسني الثلاثيه، اول ثلاثيه من نصيب ديسني المحترفه في صفوف سبورتي. رضوى لرنيم مقفول عليها ولكن سيطر على كورتها والزول مفتوح وداخله رنيم وزقه كده وهي داخله تاخد على طول خطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. بتقومها اهي نور، نور الله، الخطا الشخصي على نور ورميتين حرتين لصالح رنيم الجداوي. بص حضراتكم الدفعه كده بالايد اليسرى هتصوب الرمية الحرة الأولى تنجح التسجيل، واحد الأهلي أربعة سبورتينج. هتصوب الرمية الحرة الثانية رنين ما تنجحش في التسجيل وتاخد الكورة ميرال تلعبها الرنيم ورنيم كانت بتفكر بثلاثة ولكن غيرت رأيها تلعبها الرضوى ورضوى داخلة على الباسكت. ويا سلام يا رضوى، يا سلام يا رضوى، دايما بنقول كده على اللي عمل الاسيست يا سلام، لان لعبت لعبه جميله جدا لفريده وفريده داخله مواجهه للباسكت على طول ادتها الكوره حطت وسجلت نقطتين للاهلي ترفع نتيجه 3 الاهلي 4 سبورتنج. دخول على الباسكت ما تنجحش في التسجيل، هاجر تلم الكوره نور الله وتروح الكوره للاهلي رنيم ودخول على الباسكت رنيم وتصويبه من رنيم في سن الحلقه تروح الكوره للسبورتنج تاخدها ديسني وتصويبه ديسني الثلاثيه الثانيه لديسني. لازم تتمسك ديسني الثلاثيه الثانيه ليها سبعه سبورتنج ثلاثه الاهلي. ورضوى بتلعبها ناحيه اليمين هتاخد مع ميرال وبتسقط الكره ولكن بيتعمل لها بلوك وتخرج خارج الملعب اوت سايد. رضوى تطلع الكره لسوريا وسوريا الرضوى تاني لسوريا وتصويبه سن الحلقه لسه ما ظبطتش سوريا ملكه الثلاثيات سوريا في الاهلي لسه عايزه تظبط التصويبه بتاعتها والكوره مع ريم تتقطع الكوره وفريده وداخله فريده داخله فريده داخله فريده ويا سلام يا فريده قطع الكوره ودخلت واقتحمت وسجلت نقطتين رفعت النتيجه الخمسه الاهلي سبعه سبورتنج. باصه طويله اوت سايد لصالح النادي الاهلي. بص حضراتكم الاختراق والدخول والقرار هنا اهم حاجه ان اللاعب واخد القرار ان داخله على طول على الباسكت وهتسجل مفيش تردد. خمسه الاهلي سبعه سبورتنج كوره مع رضوى خارج الملعب اوت سايد. نادينا تنزل وبتخرج رضوى ديسني تقفل عليها فريده بتعدي ديسني بتوسع لنفسها تلعبها لنور ونور بتصوب ثلاثيه نور ثلاثيه نور 10 سبورتنج 5 الاهلي والكره مع ثريا تلعبها للرنيم تتقطع الكوره وهجمه مرتده لسبورتنج داخله منار داخله منار وخطا الشخصي كابتن امير محمدي بيحتسبه نقطتين يبقى 12 5. المباراه الاولى انتهت في اسكندريه بفوز سبورتنج 80 74 عشان كده سبورتنج في في المركز الاول في الترتيب حتى الان الاهلي في المركز الثاني. لو الاهلي فاز بالمباراه في الحاله دي بفارق له عليه هيبقى الاهلي هو اللي في المركز الاول وهيلاعب اللي في المركز الثامن بعد كده بعد ما يحصل تصفيه ما بين السابع والثامن والتاسع والعاشر. اما لو النتيجه فيها حاجه ثانيه هيبقى زي ما قلنا لحضراتكم الاول بيلاعب الثامن الثاني بيلاعب السابع وهكذا. ثريا وداخله ثريا
طلع الكرة بره وتصويبه ثلاثية ثلاثية ميرال أشرف، ثلاثية أول ثلاثية للأهلي من نصيب ميرال أشرف، 8 الأهلي 13 سبورتنج. والكرة مع ديسني وداخلة ديسني وبتصوب ديسني في سن الحلقة، تلم الكرة رنين وتلعبها طويلة لثريا وتصويبه في سن الحلقة، تلمها رنيم وتحت الباسكت نادين بتقول لها انا اهو، وفعلا بتديها الكره على طول تطلع تسجل نقطتين ترفع النتيجه. هنا في صفاره والغاء للنقطتين كابتن امير محمدي. يقول في مخالفه يبقى النتيجه زي ما احنا 10 13. الكره مع سبورتينج ديسني، هلا مصطفى لديسني وتصويبه بتنجح تسجيلها هاجر محمد كابتن فريق سبورتنج، 15 10. والكره مع ثريا، ثريا تلعبها لفريده، فريده بتعدي لثريا تاني وثريا لرنيم وتلف رنيم وتصوب وتسجل رنيم ترفع النتيجه 12 15. ديسني او بيتس زي ما هي كاتبه على التيشيرت، ديسني بيتس، ومخالفه المشي بالكره على ديسني بيتس. كابتن محروس بيتكلم مع الكابتن مرام محمد. كابتن مرام محمد كحكم كانت لاعبه باسكت برضه في احد انديه الممتاز، ومن اللاعبات اللي كانت ليها صولات وجولات في الملعب قبل ما تتجه للتحكيم، يعني من الحكيمات اللي بتبقى فاهمه كويس قوي جوه الملعب تحركات كل لاعبه ازاي وبتعمل ايه ودي ايه. ودايما كل ما بنقول كل ما اللاعب او كل ما الحكم كان لاعب او لعيب بتبقى قراراته صائبه 100%. خطأ شخصي على هالة مصطفى هيستوجب رميتين حرتين. نادين السلعاوي تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى 13 15. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 14 15. ريم هشام قافل عليها نادين، ترجعيش على كعبك يا نادين عشان ما تقعيش. وريم سامع صوت كابتن طارق بيقول لها جود ديفنس، وفعلا بتتقطع الكوره. ورنيم ودخول على الباسكت من ميرال، وداخله ميرال، يا سلام يا ميرال يا سلام يا ميرال، نقطتين و16 الاهلي 15 سبورتنج. والكرة بره وتصويبه في سن الحلقه من هاله، تروح الكوره لثريا واول تقدم للاهلي لنادين. وخطا الشخصي على منار اياب هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. ثريا هتطلع الكوره، نادين في نص الملعب، نادين وتصويبه في سن الحلقه، تلم الكره على طول سبورتنج تروح لبيتس، بيتس تعكس الملعب ناحيه الشمال لمنار، وخطا شخصي لصالح منار هيستوجب رميتين حرتين. خطا شخصي على ثريا، كابتن طارق اهو بيقول لثريا خلي بالك من اخطائك الشخصيه. رميتين حرتين، تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى منار إياب 16 16. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 17 16. بتنزل نورهان أحمد وبتخرج
وكرة مع سوريا، سوريا المرال، والمرال بتعدي بيتقفل عليها، بتطلع الكره بره، ودخله فريده، دخله فريده ودبل جامب في الهواء، تلمها رنيم ومحاوله على الباسكت، تروح الكره تاني لفريده، تطلع بره، تبتدي هجمه جديده لمرال، مرال لفريده وتصويبه سن الحلقه، تروح الكره لهاله وتسقيط للكوره، وبيتس بتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 19 16. ثريا تلعبها النادين ناحيه الشمال وتصويبه ثلاثيه ميرال اشرف، الثلاثيه الثانيه ميرال، يا سلام يا ميرال، الثلاثيه الثانيه 19 19. بيفرق كتير قوي اتقان الثلاثيات، بيقرب النتيجه، بيوسع النتيجه، بيزود الفارق، بيعوض كتير قوي الثلاثيات، بيريح الفريق. الكوره مع نورهان وتصويبه سن الحلقه، تلمها نادين السلعوي، نادين بتعدي من ناحيه الشمال، نادين وتسقط الكره تحت الباسكت ولكن مقفول على رنيم وتتقطع الكوره، تروح الكره لبيتس ونقطتين لسبورتنج بتنجح تسجيلهم هاجر محمد. نادين وخطأ الشخصي لصالح نادين على بيتس، تمارا بتنزل وبتنزل بيكو وبتخرج، لا رجعت بيكو تاني اهي، تمارا نزلت وخرجت ثريا، وهنشوف بيكو هتنزل مكان مين. لا بيكو رجعت تطلع الكرة وخرجت رنين، هنا طالما الحكم بينبه وقفت الملعب تاني، عشان هتبتدي اما بتسلم لعيب الكرة في مية في الارض، فهنا هتوقف الملعب عشان تبتدي ايه تسلمه تاني، عشان تبتدي تحسب 5 ثواني تاني للعيب اللي ماسك الكرة بره. نادين لبيكو، مرال وتمارا وتصويبه بعيد عن الحلقه، تروح الكره على طول لريم هشام، وريم تقف على خط الرميه الحره وتصوب وتسجل نقطتين ترفع النتيجه 23 19. بيكو بتعدي، بيكو تلعبها لتمارا لبيكو تاني، بيكو جنبيها تمارا ناحيه اليمين بتعدي، ويا سلام يا سلام يا بيكو، يا سلام يا فريده، عدت حلوه قوي بيكو، باصت لفريده وهي جايه طلعت سجلت نقطتين ترفع النتيجه 21 23. نفس الكره هنا جميله، باصه و بتنتهي احداث الفتره الاولى. اعزائي المشاهدين والمتابعين مشاهدي قناة النادي الأهلي، بتقدم سبورتنج 23 21 النادي الأهلي. دقيقتين فاصل ما بين الفترة الأولى والثانية، نسمع كده مع حضراتكم المدربين هيقولوا إيه، ونشوف بعض الإعادات اللي حصلت من اللعبات الجميلة خلال الفترة الأولى. أنا أجيبها لك. لا 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 شبهه؟ ألف هنا. الله ألف هنا. أنا أجيبها لك والله، أنا خايف عليك. امبارح قلنا في التمرين ايه؟ لما اعمل اوفر بليل على حد مفيش حاجه اسمها
لحظات ونبدأ أحداث الفترة الثانية. وبالفعل بدأنا أحداث الفترة الثانية أعزائي المشاهدين والمتابعين. كرة مع سبورتنج 23 سبورتنج 21 الأهلي. والكرة مع نورهان ناحية اليمين، ترجع تاني وتصويبة من هالة خطافية عكسية بتسجل نقطتين ترفع نتيجة 25-21. بيكو يمكن سمعنا كده بين الفترتين تنبيهات كابتن طارق خيري للاعبات، وكان تنبيهات يعني فيها حزم وشده، لان يفرق كتير ان هو ينهي الدور التمهيدي وهو في المرتبه الاولى. الكره مع سبورتنج، ريمي هشام تلعبها لنورهان، وداخله نورهان وبتصوب وبتسجل، وخطا شخصي برميه حره اضافيه. ما بتنجحش نورهان في تسجيل الرميه الاضافيه، تروح الكره على طول للنادي الاهلي ونادين، وتصويبه في سن الحلقه واوت سايد لصالح النادي الاهلي من الحد النهائي. بيتس بتطلع الكره، بتكلم الكابتن امير المحمدي بتقول له مش انا يعني، يمكن كلنا شايفينها يا بيتس. بيكو هتطلع الكره، نادين وداخله نادين و صوب نادين وبتسجل نادين نقطتين ترفع نتيجة 23-27. منار وبتشلها الكرة تمارا خارج الملعب اوتسايد. في تغيير، بتخرج بيتس وبتنزل جينا حازم من سبورتنج. نادين ياسر تلعبها الهالة وتصويبة في سن الحلقة من ريم هشام، تروح الكرة لنادين ونادين باصة طويلة لمرال، هتلحقها هتلحقها وتلحقها، ولكن كابتن أمير له كلام تاني بيقول داست على الخط، يعني مجهود حلو يا مرال، حاولت تلحقها كده وقفت على صوابع رجلها زي لاعبات الباليه، ولكن كان الكابتن أمير له رأي تاني. الكرة مع سبورتنج، ريم هشام تلعبها لجينا، نورهان تتقطع منها الكرة، بيكو بتعدي بيكو تلعبها لتمارا، تمارا البيكو في نص الملعب وتصويبة من بيكو بتخبط في سن الحلقة، تحاول تلم الكرة تمارا ولكن تتقطع، تروح على طول سبورتنج وهجمة، ريم هشام طلع الكرة برة، تتقطع الكرة وداخلة مرال لنادين، ونقطتين لصالح النادي الاهلي 25-27. ريم هشام وتسقيطه، تطلع تاني من هنا تطلع الكره بره تحت الباسكت وتصويبه تروح للنادي الاهلي، تاخدها على طول بيكو، وبيكو لتمارا ناحيه اليمين لمرال، ومرال الزون مفتوح وداخله مرال وتزق وتسجل نقطتين وتاخد خطا الشخصي برميه حره اضافيه 27-27، رميه حره اضافيه لمرال اشرف. هتصوب الرمية الحرة الإضافية، تنجح في التسجيل وبتغير مرال وبتنزل رنين الجداوي 28-27 لصالح النادي الأهلي. والكرة مع ريم وداخلة ريم والزون مفتوح وتاخد كده يعني خطأ شخصي من دينا عمرو كابتن النادي الأهلي، ورميتين حرتين. طبعا الاخطاء الشخصيه اللي بتمنع باسكت اخطاء شخصيه محموده، يعني كان استاذنا رحمه الله عليه دكتور عبد العزيز النمر
المدير الفني السابق في الاهلي، وكان دايما يقول ان الفرقه 12 لعيب وكل لعيب له خمس اخطاء شخصيه، يعني 60 خطا شخصي ب 60 باسكت ب 120 نقطه. فدايما الخطا الشخصي اللي يمنع باسكت ده بيبقى خطا محمود. وكوره مع سبورتنج داخله على طول هاله، وتسجل هاله بيمنها ترفع النتيجه ل 29-30 الاهلي. بيكو وداخله بيكو، يا سلام يا بيكو، يا سلام يا بيكو، وسعت لنفسها كده وحافظت على كورتها وسجلت نقطتين 32-29. وهنشوف كده في صفاره انطلقت ورنيم كانت قطعت الكره وسجلت، هنشوف القرار ايه. كابتن امير محمدي بيتناقش مع الكابتن مرام، هنشوف ايه القرار. وفي الحالة دي هنحتاج كده من الزملاء اللوحة الرئيسية بعد ما الحكام تتشاور عشان نشوف النتيجة داخل الملعب بقت ايه. هنشوف بيكو خدت الكورة، خدت الكورة حافظت على الكورة في جسمها ازاي وطلعت وسجلت نقطتين. هنشوف كده القرار ايه. هو عموما في وقت مستقطع طلبه المدير الفني لسبورتنج كابتن محمد محروس، وبعد الوقت المستقطع نقدر نشوف كده من الزملاء اللوحه الرئيسيه داخل الملعب. واحده ثلاثه اربعه بوزيشن ها اوفنس دلوقتي. انت بتتكلم مع مين ده كله يا ريس؟ ده ما قدرتش في مشاكل يعني. انتهى الوقت المستقطع، يمكن لمحت انا كده اللوحه الرئيسيه كده بسرعه داخل الملعب. نفس السكور صحيح 32 الاهلي 29 سبورتنج، وست دقائق و 20 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثانية. الكرة مع عائشة سالم. عائشة تلعبها لنورهان وتصويبة قصيرة تروح على طول لتمارة، وتمارة بتعدي تلعبها ناحية اليمين لدينا، لتمارة تاني لرنين، وخطأ الشخصي لصالح رنين على هاجر محمد. ممكن الموضوع يتهندل. هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. بيكو بتطلع الكرة تلعبها لتمارة، وتمارة بتلف وتصوب وسيارة في سن الحلقة من تحت، تروح الكرة على طول سبورتنج. عائشة تلعبها لنادين، لهاجر تتقطع منها الكرة تروح على طول لبيكو. ومين قدام يا بيكو؟ بتهدي عشان تشوف زميلاتها وتلعبها لنادين في سن الحلقه من جوه. قربنا يا نادين، تروح الكره لسبورتنج. عائشه تلعبها لجينا، وجينا بتصوب تصويبه من خارج القوس ولكن تروح للنادي الاهلي ورنيم، وداخله رنيم وخطا الشخصي لصالح رنيم هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على جينا حازم هيستوجب رميتين حرتين. هتخرج نادين وهتنزل نور الله علي من سبورتنج. حلوه حلوه يا ربع يا ربع. بتصوب الرميه الحره الاولى بتنجح بالتسجيل. دي عقده دي. هنا لازم الحكام تنتظر لحد ما تمارة تربط رباط، لان اولى اولويات الحكام امن وامان وسلامه اللاعبات داخل الملعب.
عارف في صهد كده حاصل مش عارف من ايه، وبتنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه رنين الجداوي. 34 الاهلي 29 سبورتنج، والكوره مع عائشه تلعبها ناحيه الشمال، تروح الكوره لنور، نورهان وتصويبه من نورهان ومحاوله من هاجر، ولكن تتقطع الكره خارج الملعب اوت سايد. كابتن امير بيقول رميتين بتصوب الرمية الحرة الأولى، هاجر بتنجح في التسجيل، يمكن رنين بتتكلم معاه بتقول له زي هي كانت بتصوب وهي ورا، ولكن في النهاية بنقول إيه، قرار الحكام وملناش كلام على الحكام. الكرة مع بيكو تلعبها لتمارا، تمارا لدينا، ودخل دينا، دخل دينا وتقف على زاويه 45 وتصوب في سن الحلقه، تلمها رنيم وبشمالها رنيم على طول تسجل نقطتين ترفع النتيجه 36-31. الاهلي بيلعب من ضاغط، والكوره مع سبورتنج، هاجر تلعبها لبيتس لنور، نور طلع الكرة بره وتصويبة بعيدة بتخبط كده في سن الحلقة من فوق، تلم الكرة تاني نورهان تطلعها بره العايشة وتحت الباسكت، ولكن رنيم تقطع الكرة تروح لبيكو، وبيكو لرنيم وتصويبة من يا سلام يا رنيم، نقطتين 38-31. مهارة التصويب من أهم المهارات اللي بيتميز بيها لاعبي كرة السلة، واللي بتفرق لاعب عن لاعب، سواء التصويب بالمتوسط او التصويب بالثلاثية او تصويب الرميات الحرة، بتفرق كتير جدا مهارة التصويب، لان في النهاية لعبة كرة السلة احنا بنلعب عشان التصويب على الباسكت. رنيم، ويا سلام يا رنيم، يا سلام يا رنيم، يا سلام يا ميرال، شوف الكرة، شوف التناغم، ايه الحلاوة دي؟ يعني هنا داخلة وشايفاها من ظهرها كده وهي معدية، بتبص لها الكرة على طول على الباسكت بتسجل نقطتين، وهنا اللاعب لما يبقى واخد باله من زمايله فين يطلع احلى بساط واحلى فنيات. خطا شخصي لصالح عائشه يستوجب رميتين حرتين، خطا شخصي على دينا عمرو، وفي تغيير بتنزل منار ايهاب وبتخرج نورهان احمد. كابتن ماجد وكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالاهلي تابعوا اللقاء. والمهندس خالد مرتجي قاعد جنبيهم اهو. بيحظى دايما كرة السلة باهتمام كل مسؤولي النادي الاهلي. ودي من الحاجات اللي بتدي دفعه كده للاعبين اما يبقوا داخل الملعب، سواء اللاعبين او اللاعبات، ويلاقي المسؤولين موجودين وراه وبيشجعوه بيتابعوه، بيبذل اقصى جهد داخل الملعب. تمارا تطلع كوره تلعبها لبيكو، بيكو بتعدي لتمارا، ميرال، وميرال وسعت لنفسها وداخله ميرال وتصويبه وخطا الشخصي برميتين حرتين لميرال. وسعت لنفسها حلوه قوي، ولكن هي بتلوم نفسها ايه انها ما جابتش الباسكت. خطا شخصي على بيتس. تنجح تسجيل الرميه الحره الاولى 41-33.
وبتنجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه. ريم بتحاول تعدي، ريم قافله عليها ميرال، ديفنس شديد قوي من ميرال، ولكن بتعدي في الاخير وبتسجل نقطتين. هنا كان المفروض هي دخلت على طول حد يعمل سويتش مع ميرال ويستلمها وهي داخله يقفل عليها. رنيم وداخله رنيم، وفي سن الحلقه تروح الكوره لمنار ايهاب من سبورتنج. منار بتعدي واحد على اثنين وتصويبه ما تنجحش في التسجيل، ورنيم بتحل الموضوع وتطلع الكره خارج الملعب اوت سايد. اوت سايد لصالح سبورتنج من الحد النهائي. ريمي شما تطلع الكره، بيتس بتحاول تعدي، بيتس مقفول عليها، تمارا قافله عليها، تحت الباسكت لنور، تروح الكوره لهاجر، وتمارا تسيطر على الكوره لبيكو، وهجمه مرتده 3 على 2 ودخول على الباسكت، وميرال وميرال 1 على 4 يا ميرال، ولكن تتقطع الكوره. الكوره مع سبورتنج عائشة، وخطأ على المهاجم، خطأ على المهاجم، هنشوف على هاجر محمد ولا على مين. كابتن محمد محروس باين عليه طبعا الأداء خلال الفترة الأولى والثانية. تمارا توسع لنفسها، تمارا ورانيمو تصويبه في سن الحلقه، تلم الكره دينا وتمارا ومحاوله على الباسكت، تاخدها ريم وتصويبه في سن الحلقه تلمها بيكو، وخطا الشخصي لصالح بيكو، خطا الشخصي لصالح بيكو. هل القرار سلوك الرياضي ولا ايه؟ يعني يمكن احنا لسه ما شفناش، لو واقفين يبقى خطأ شخصي عادي، وكده يبقى سبورتنج ارتكب أكتر من أربع أخطاء شخصية، وأي خطأ شخصي في حالة المحاورة هيستوجب رميتين حرتين. تشيلسي سعيد يا أبو أدهم يا أبو يحيى يا محمد يا مودي يا حموكشة يا مشمش هابي. هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة هاجر، هاجر تلعبها الريم، ريم هشام بتحاول تعدي، بيكو قافل عليها، تلعبها لنور، لهاجر تاني وداخل هاجر وبتصوب بشمالها، ولكن عطاير ريم هشام بتطلع تكمل الكورة وتسجل نقطتين ترفع النتيجة 37-42. رنيم تحت الباسكت جميلة لفريدة، على طول بتطلع تسجل نقطتين فريدة ترفع نتيجة 44-37. ريم هشام خطأ شخصي على رنيم، خطأ شخصي على رنيم هيستوجب هنا رميتين حرتين. الطاولة اللي قالت رميتين حرتين، كابتن مرام بتشاور خارج الحدود، يبقى الأهلي أيضا ارتكب أكتر من أربع أخطاء شخصية. هتصوب نور الرمية الحرة الأولى، بتنجح في التسجيل، وبتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الأهلي. تعالوا كده مع حضراتكم نشوف ايه التعليمات اللي الكابتن طارق هيقولها للاعباته، ونرجع تاني بعد الوقت المستقطع. مش يالا مش يالا
النص باص دريبل باص باص. لما تنزل النص الاثنين دول كات راجع نص ما روحش ما روحش دبل تيم اثنين على واحد ميدل اثنين في النص الملعب. لو راحت النص الناس دي بتجري كوره هجمه سريعه بدون تهور. 37 سنه عايزين احنا هجمتين وهم هجمه. يا شباب الهجمه اللي بعدها بلاش 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 باد فاول شوت لما حد يدخل بنكريشن. ايه اللي بدك قلت له خلاص ما توجعش قلبك يعني ده الماتش ده فاضل له شهور. انما المره دي 37 ثانيه على نهايه احداث الفتره الثانيه والشوط الاول وتعليمات الكابتن طارق واضحه وصريحه. لو اتلعب مان بريس ازاي يتحركوا ازاي يخترقوا المان ازاي يسجلوا. وهنا هنشوف كده ايه اللي هيتنفذ. هل فعلا هيلعبوا بالاحتماليه ديت ولا لا ولا هيلعبوا اوتسايد لصالح النادي الاهلي. هو الكابتن طارق اهو بيتكلم اهو بياكد تاني على الكلام اللي بيقوله واللي قاله في الوقت المستقطع. تمارا تلعبها لبيكو. بيكو بتعدي لرنيم وتصويبه ثلاثيه ثلاثيه رنيم الجداوي. الثلاثيه الثالثه للاهلي حتى الان. ميرال ثلاثيتين ورنيم ثلاثيه ترفع النتيجه ل 47 39. تصويبه خطافيه تروح للنادي الاهلي. ميرال وهجمه سريعه وتصويبه قبل ما الزمن ينتهي ولكن بتخرج الكره خارج الملعب وبتنتهي احداث الفتره الثانيه والشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 47 39. استراحه قصيره ونعود لحضراتكم مع احداث الشوط الثاني. كان معكم معلق الرياضي دكتور وائل ابو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه النادي الاهلي مره اخرى وعوده الى صاله الشهداء بالنادي الاهلي ومباراه الاهلي وسبورتنج. معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم واحداث الشوط الثاني بفترتي الثالثه والرابعه من هذا اللقاء الهام بين الفريقين. ودائما وابدا لقاءات الفريقين دائما تستحوذ على اهتمام جميع الجماهير سواء في القاهره او الاسكندريه او عشاق كره السله عموما امام شاشات النادي الاهلي. هفكر حضراتكم كده بالفريقين بيمثل الاهلي ميرال اشرف نادين السلعاوي ثريا محمد دينا عمرو رضوى محمد فريده وائل رنيم الجداوي تمارا نادر السيد حبيبه محمد بيكو يارا اسامه جايده خالد هنا حتحوت. اما سبورتنج بيمثلوا ايه خالد ريمي هشام ديستني بيتس منار ايهاب نور الله علي نورهان احمد جينا حازم نادين ياسر هاجر محمد عائشه سالم نيفين بهاء الدين هاله مصطفى. يحكم لقاء اليوم الكابتن امير محمدي والكابتن مرام محمد. على الطاوله نوع فاروق ريم عماد عبد الله صقر جنى اشرف. سريعا كده هقول لحضراتكم الفريقين في الدور الاول. الاهلي في اول لقاء له مع الظهور فاز 99-61 وفي الدور الثاني فاز على الظهور 80-64. فاز الاهلي على هليوبلس في ثاني مباراه 98-55 وفي الدور الثاني فاز 98-46 وعلى الجزيره فاز 90-69 وفي الدور الثاني 86 الاهلي 83 الجزيره. وفي المباراه الرابعه الاهلي فاز على مصر التامين 82-59 وفي الدور الثاني فاز على التامين 80-51 وعلى الاتحاد السكندري في الدور الاول فاز الاهلي 159 وفي الدور الثاني فاز 110-64 وسموحه الاهلي فاز عليها في الدور الاول 90-62 وفي الدور الثاني 85-51 ولم يلقى الا هزيمه واحده من سبورتنج 80-74 الاهلي. عشان كده بنقول المباراه النهارده ثائريه. الترتيب سبورتنج في المركز الاول، الاهلي في المركز الثاني، الجزيره في المركز الثالث، هليوبلس في المركز الرابع، سموحه في المركز الخامس، الاتحاد السكندري في المركز السادس، مصر التامين في المركز السابع، الظهور في المركز الثامن. الاهلي لو فاز هيبقى الاهلي وسبورتنج 25 نقطه ولكن الاهلي بحسابات له وعليه هيبقى هو اللي في المركز الاول. بدانا احداث الفتره الثالثه والكوره مع النادي الاهلي. رنيم تتقطع منها الكرة ولكن كابتن مرام بتقول الكرة اوتسايد على النادي الاهلي. ريمي هشام
بيتس، منار إيهاب داخلة، منار بتوسع لنفسها، تسقط الكرة، تقطع الكرة بيكو، تلعبها طويلة على طول لفريدة، ويا سلام يا فريدة بتأخر نفسها كده، بتعدي منها الديفنس وتصوب، ولكن بتحصل على خطأ الشخص يستوجب رميتين حرتين. كابتن مرام بتوصف للكابتن محروس الخطأ الشخصي، بتقول له ايه اللي حصل، تقول له اتضربت وهي طالعة على الباسكت. فريدة بتصوب الرمية الحرة الأولى، بتنجح التسجيل. اللي لسه بيتابعنا بنقول له في الفترة الأولى سبورتنج أنهى الفترة الأولى بتقدم 23-21، الفترة الثانية والشوط الأول أنهاء الأهلي بالتقدم 47-39. بتنجح فريدة أنها تسجل نقطتين، 49 الأهلي 39 سبورتنج. وريم تعكس الملعب وتصويبة بعيدة عن الحلقة من هاجر، وخطأ الشخصي ونقطتين. ورمية حرة إضافية. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الإضافية هاجر، 49-40. ورانيم من ناحية الشمال نزل على نص الملعب، بتعكس تاني ودخول على الباسكت ونقطتين. بتنجح تسجيلهم دي، نعم كابتن فريق النادي الأهلي. 51-40 وتسقيطة بين ثلاثة، ولكن بتنجح انها تطلع الكرة بره، تروح لمنار لريم هشام، وريم بتحاول تخترق، وتصويبة في سن الحلقة من منار إيهاب، تروح الكرة لرنيم، ورنيم لتمارة في نص الملعب، لدينا تعكس لبيكو وداخلة تمارة، ولكن بتلعبها لدينا وتصويبة في سن الحلقة، خبطت كده في السن وكادت أن تفعلها ولكن بتروح لسبورتنج. هالة تصويبة وبتدخل الحلقة وبتخرج تاني، تروح الكرة لسبورتنج. منار تعكس الملعب لبيتس، وبيتس تعكس تاني المنار، ومنار داخل على الباسكت، طلع الكرة لبيتس، وعلى طريقة كده لاعبي الطايرة بتطير عليها فريدة وتاخد الكرة وتسجل نقطتين. ثلاثة وخمسين الأهلي، 40 سبورتنج. وبيتس لهالة وتصويبة في سن الحلقة، وخطأ الشخصي لصالح عائشة سالم. خطأ الشخصي على دينا عم، هيستوجب إدخال الكرة من الحد النهائي. في تغيير، بتنزل نورهان في سبورتنج، وفي كده كلام ما بين الكابتن محمد محروس والكابتن امير المحمدي، وبتخرج دينا وبتنزل ميرال اشرف، تاخد كده تحيه الجهاز الفني، وتصويبه ثلاثيه من ريم هشام، الثلاثيه الاولى لريم في المباراه، ترفع النتيجه ل 43-53. والكرة مع تمارا، تمارا الميرال، ميرال لفريدة، لميرال تاني، وتصويبة في سن الحلقة، تلم الكرة هالة، هالة تلعبها لريم هشام، ريم بتعدي، تعكس الملعب وتصويبة بعيد عن الحلقة خارج الملعب، أوتسايد، أوتسايد لصالح النادي الأهلي من الحد النهائي. أوتسايد. بيكو تلعبها الميرال، لبيكو تاني، لميرال، لرنيم، لميرال، لبيكو، وبيكو تقطع منها الكرة خارج الملعب، أوتسايد لصالح النادي الأهلي من الحد الجانبي. تمارا طلع كرة، سابت الكرة لبيكو، بيكو
تلعب الميرال، الميرال بتحاول تخترق ولكن بتسقط وتتقطع، تروح تاني لرنيم تحت الباسكت وخطافيه قصيره في سن الحلقه تلمها ميرال تطلعها بره لطماره وتصويبه في سن الحلقه تاخدها بيتس، وبيتس بتعدي تلعبها الريم، وريم لعبتها حلوه قوي لكن بتنجح هالة انها تسجل نقطتين وتاخد خطا الشخصي برميه حره اضافيه. رميه حره اضافيه. تنجح بتسجيل 48-53. بيكو تلعبها لتمارا، تمارا تلعب قدام لميرال وتحت الباسكت جميله على طول خطافيه بتسجل رنيم نقطتين ترفع النتيجه 55-48. تتقطع الكرة تاخدها تمارا وفريدة داخلة والباسكت مفتوح وخطأ الشخصي، خطأ الشخصي لصالح فريدة يستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي، خطأ الشخصي على ريم هشام. خطأ الشخصي من الحد النهائي، بتنزل نادين وبتخرج رنيم. وفي دفعه من هاله. وخمس ثواني بيكو ارتكبت مخالفه الخمس ثواني، احنا عارفين ان اللاعب لازم يطلع الكره من الاوت خلال الخمس ثواني، يصوب الرميه الحره خلال الخمس ثواني. لو الكره ماسكها في ايده يبصيها خلال الخمس ثواني. وتصويبه بنقطتين دايس على الخط. نشوف كده ونتاكد 50 فعلا 55 50 55. والكره مع تمارا، تمارا لنادين لفريده وفريده بتعدي والزون مفتوح وداخله فريده وداخله فريده وتقطع الكره تروح الكره لسبورتنج، دخول على الباسكت من نورهان وفي سن الحلقه تلمها بيتس وبتكملها بيتس وتسجل نقطتين. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي. 55-52، 3 بونت وخمس دقائق على نهايه احداث الفتره الثالثه، ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق خيري. نسمع كده مع حضراتكم ونشوف التعليمات اللي هيقولها الكابتن طارق ايه للاعبات. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان مشاهدي قناه النادي الاهلي. والله يكون في عون المدربين مهنه البحث عن المتاعب. شايفين الانفعال اللي فيه الكابتن طارق، طبعا بيهمه ان هو يكسب على ارضه ويفوز على ارضه. دايما بنقول لقاءات الفرقتين لقاءات بطوله في حد ذاتها. والكره مع النادي الاهلي، ثريا في نص الملعب، ثريا تلعبها لميرال
ومرال واحد على واحد وداخله ميرال وبتصوب ميرال ما تنجحش في التسجيل، تلم كرتها تاني ميرال وتصوب وتاخد خطا شخصي هيستوجب رميتين حرتين. تحذير من الكابتن مرام للكابتن محروس، تقول له انفعال واي اعتراض على التحكيم في خطا فني. لسه بقول لحضراتكم هو انفعال هنا وانفعال هنا، الله يكون في عون المدربين. بتنجح مرال انها تسجل الرميه الحره الاولى وبتسجل الرميه الحره الثانيه. هي كرة مع ريم، ريم تلعبها لنورهان، لبيتس، لريم، وتصويبة من ريم في سن الحلقة، تلم الكرة على طول فريدة وتطول الكرة لثريا لنادين، ونادين بتعدي. يا سلام يا نادين، يا سلام يا فريدة. هي يعني يا فريدة كانت عايزة ايه؟ سن التركيز، كانت هتخلص على طول نقطتين وباصة ولا أروع، ولكن هي دي حلاوة كرة السلة، تلحقها قبل الأوت ثريا، ولكن تروح لسبورتنج وخطفية عكسية وتسجل نقطتين 54-57 ريم هشام. ثريا رنيم وتصويبة في سن الحلقة، ترد على طول لسبورتنج. ريم تلعبها لهاجر وخطأ الشخصي ونقطتين لصالح هاجر، خطأ الشخصي على رنيم الجداوي هيستوجب رمية حرة إضافية. 57-56 بدأنا الفترة الثالثة وكان الأهلي متقدم 47-39. محمد عادل قال ان انت كان عندك تنجح تسجيل الرميه الحره والتعادل 57-57. رنين باصه حلوه، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا نادين، باصه حلوه جميله على طول تروح لنادين تسجل نقطتين ترفع النتيجه 59-57. ريم هشام وداخل ريم وتقطع منها الكره ميرال اشرف خارج الملعب اوت سايد. المباراة بدأت تحلو وبدأنا نشوف جمل فنية هنا وجمل فنية هنا واسيست ومساعدات هنا ومساعدات هنا وباسكت هنا وباسكت هنا، بجمل في منتهى الروعة. الكرة مع سبورتنج ودخول على الباسكت وخطأ الشخصي لصالح ريم هشام هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على رنيم الجداوي. سامح ضيف النهارده بهاء حمص وكمان اثنين. بتصوب الرميه الحره الاولى بتنجح في تسجيلها 58-59. بتصوب الرميه الحره الثانيه 59-59. رنين ثريا، لسه ما شفناش ثلاثياتك يا ثريا. ثريا تلعبها رنيم، ورنيم داخله ومخالفه المشي بالكره، مخالفه المشي بالكره. الكابتن امير محمدي بيحتسب مخالفه المشي بالكره على رنيم الجداوي. ريم لهاجر تاخدها نورهان، وخطأ الشخصي، خطأ الشخصي على المهاجم على نورهان، خطأ الشخصي على نورهان هيستوجب ادخال الكرة للنادي الاهلي من الحد الجانبي، وشرح تاني للخطأ على المهاجم والكابتن امير محمدي وحوار مع الكابتن محمد محروس. اشرح له اهو الخطأ على المهاجم. ثريا
بقول لحضراتكم مهنة التدريب هي مهنة البحث عن المتاعب. الاثنين مدربين واقفين على اعصابهم، وخصوصا في مباراة من مباريات القمة دايما ما بين الاهلي وسبورتنج. ودخول على الباسكت ونقطتين للنادي الاهلي. ميرال اشرف 61-59، والكرة مع نادين ياسر. ودخول على الباسكت من ريم هشام، ما تنجحش في التسجيل، تاخدها رنيم تلعبها لنادين السلعاوي، طلعها بره، ويلا يا ثريا وتصويبه في سن الحلقه، تروح الكره لنادين. تاني رنيم في نص الملعب، ورنيم وتصويبه بتخبط في سن الحلقه جوه، وفريده وائل على طول بتخلص الموضوع وبتسجل نقطتين ترفع نتيجه 63-59. بيتس وتصويبه في سن الحلقه من نادين ياسر، تروح الكوره لنورهان، ونورهان بتوسع نفسها تلعبها بره لهاله، وتصويبه لهاجر، وهاجر بتسجل ثلاثيه ترفع النتيجه 61-63. ثريا والزون مفتوح يا ثريا، وداخله ثريا والكوره تلمس الحلقه ولكن تروح لرنيم، ورنيم بتحاول تعملها خطافيه تتقطع منها الكوره، تروح لبيتس وتصويبه من بيتس، ثلاثيه بيتس، الثلاثيه الثالثه لبيتس، الثلاثيه الثالثه لبيتس ترفع النتيجه 64-63. يلا يا ثريا، ثريا بتعدي ثريا، والزون اتفتح قدامها، دخلت ما لقتش دفاع على طول، سجلت نقطتين ترفع النتيجة 63-64. هاجر وتصويبة ثلاثية من نورهان، 68-65. تنتهي أحداث الفترة الثالثة أعزائي المشاهدين والمتابعين بتقدم سبورتنج 68-65 النادي الأهلي. دقيقتين هنشوف المدربين هيقولوا إيه ونرجع مع حضراتكم مع أحداث الفترة الرابعة. وهي بس هو كل ده اكسكيوز، نفس الكلام، انتوا واقفوا اصلا جنب صلاحية، ولا اكس ولا زفت، خدنا فيها ثلاثات. الكرة الوحيدة اللي بتقوم انزل ايه؟ مراد وفريدة ليا. الثاني رنيم باب اوت، ميرال لو عمل السويتش فاتزا بتاعت فريد، مفيش راحت لرنيم، هاي نو اول ان وان، او اسيبها والعب تو منزل ايه، هاخد اوبشن، محدش يلعب عافيه. ديفنس نورمال غير اكس، واحداث الفترة الرابعة اعزائي المشاهدين والمتابعين مشاهدي قناة النادي الاهلي، والكورة مع سبورتنج. بيتس بتطلع الكورة
لعائشة. عائشة لبيتس ناحية اليمين. قافلة عليها مرال، خطأ شخصي على مرال. خطأ شخصي على مرال، هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. هاجر بتلعبها لعائشة، وعائشة بتحاول تسقط الكرة، بتسقطها لنوران، ونوران بتصوب ولكن تلمها رنيم. ايه ميرال، وداخلة ميرال وقصيرة يا ميرال، تروح الكرة لسبورتنج. خطأ شخصي، خطأ شخصي على فريدة. في تغيير، بتخرج فريدة وتنزل تمارا، تقطع الكرة نادين وداخلة على الباسكت، واوت سايد لصالح سبورتنج. الاهلي بيلعب من ضاغط، في اكيد كابتن امير له ملحوظه على الساعه او حاجه، ولكن راح كلم الطاوله ورجع. بيتس بتطلع الكوره تلعب على عائشه، عائشة بتحاول تعدي برانين، داخلة عائشة سقط الكرة تقطعها تمارا، وتمارا وتلعبها ومخالفة المشي بالكرة على ميرال، مخالفة المشي بالكرة على ميرال. قومها هاجر، روح المحبة دايما اللي بين كل عائلة كرة السلة من اسكندريه لاسوان. والكره مع هاجر، ومرتده كده ارضيه على طول بتطلع تسجل منها نادين ياسر نقطتين، ترفع النتيجه ل 70-65. ثريا بتعدي، ثريا تلعبها بره لتمارا، وتمارا الزون مفتوح، تعكس تاني لثريا، ويلا يا ثريا، يلا يا ثريا، وتصويبه يعني كادت ان تفعلها، كرة دخلت الحلقه وخرجت تاني. معلش يا ثريا، ومحاوله على الباسكت، تلم الكوره رنين لثريا، وثريا في نص الملعب لرنين، ورنين بتعدي وتسقط الكرة لتمارا، وتمارا على طول بتطلع تسجل نقطتين ترفع نتيجة 67-70. عائشة لنادين ياسر، هاجر وتصويبة سن الحلقة لمها رنين، وخطأ في صفارة، في صفارة. هنشوف ايه قرار الكابتن مرام. خطأ شخصي لصالح الاهلي. كابتن ماجد يمكن بيتكلم مع كابتن مرام، بيقول لها هي كده منعت هجمه يعني سلوك رياضي، فبتقول له لا. كابتن ماجد من المدربين المتميزين، وبدا اولى مشواره برضو كان حكم متميز، عشان كده فاهم القانون قوي. والكره مع نورهان لهاجر، طبعا هنا وقعت في حد، هيقول ليه بتوقف الملعب؟ لان هنا في غرفه العمليات، يعني هي مش واقعه بعيد عن الباسكت، لا هي وقعت. نادين لا الاول الف سلامه رنيم الجداوي، وقعت في منطقه العمليات هنا
صعب قوي ان حد يلعب باسكت وفي حد واقع في الارض، لان ممكن يتسبب له اصابه اكبر او حاجه. فعلى طول بسرعه، هو ده اللي انا قلت كده في بدايه المباراه، الكابتن مرام محمد من الحكمات الواعدات وكانت لاعبه متميزه، على طول خدت المشهد، شافت المشهد، شافت الواقع في الارض، وقفت الملعب حفاظ على سلامه رنين. اطمن عليها الكابتن امير. وبيطلب تغييرها. بتنزل جايده خالد مكان رنين. بتقطع الكوره وداخله ميرال وجايده ومحاوله وطلعه والثانيه وجايده بتقطع منها الكوره، تروح الكوره لهاجر. هاجر تلعبها لبيتس، وخطا شخصي لصالح بيتس، بتنجح انها تسجل نقطتين وتاخد رميه حره اضافيه. ٧٧-٦٧ وبتسجل بيتس الرميه الاضافيه ٧٣-٧٧. الكره مع ثريا لنادين، ثريا تاني تلعبها ناحيه اليمين لجايده وتحت الباسكت لطماره. يا سلام يا طماره، ويا سلام يا طماره على الطاير، ولكن بتتقطع الكره خارج الملعب اوت سايد. كانت عايزه الاولى على طول في الباسكت يا تمارا. تمارا لجايده وتصويبه خارج الملعب من ميرال اشرف، اوتسايد لصالح سبورتنج. ريمي شام داخل، ريم طلع الكره بره وتصويبه من هاجر في سن الحلقه، تلم الكره نور تلعبها لبيتس. بيتس ناحيه اليمين لريم، وخطا شخصي هيستوجب رميتين حرتين. بتنزل بيكو وبتخرج ثريا وبتخرج نورهان. هنشوف مين نزل مكانها. بتصوب ريمي شامر الرمية الحرة الأولى، ما بتنجحش في التسجيل. وما تنجحش في تسجيل الرميه الحره الثانيه. بيكو تقطع الكره تلعبها لنادين وبتعدي نادين وداخل لنادين وفريدي دراعك شويه يا نادين، وسياره تتلم الكره على طول سبورتنج. بيتس بيتس قافل عليها تمارا، وتصويبه بتنجح انها تسجل نقطتين ترفع نتيجه 75 سبورتنج 67 الاهلي. بيكو بتفلت من ايديها الكوره ولكن بتعترضها بيكو، هنا سلوك غير رياضي زي ما القانون بيقول. الكوره فلتت من ايديها وخدت لاعب سبورتنج الكوره وداخله على الباسكت ريمي شام فمنعتها، فعلى طول كابتن مرام محمد احتسبت سلوك رياضي رميتين وحيازه. بتصوب الأولى بتنجح بالتسجيل 78، وتصوب الثانية 79. حيازة بزمن هجمة 14 ثانية،
بيتسا طلع الكرة قفل عليها ميرال. ريم هشام حاول تعدي من بيكو، بيكو قفل عليها ومحاولة ولكن في سن الحلقة تروح الكرة لميرال. المرال معاها اثنين قدام ولكن كملت وبتنجح انها تسجل نقطتين ترفع النتيجة 69-78. بيتس بتحاول تعدي، بيتس تروح الكرة لهاجر وتصويبة قصيرة تروح لنور وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على نادين السدعاوي. هتصوب نور الرمية الحرة الأولى تنجح التسجيل 79-69. ما تنجحش في التسجيل ولكن هاجر تلم الكرة وتسجل نقطتين ترفع نتيجة 81-69. بيكو تعدي، بيكو تعكس الملعب لميرال لبيكو تاني لنادين وتصويبة في سن الحلقة تروح الكرة لرين. رين بتحاول تعدي من جيدة ولكن بتعترضها بخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. كده الأهلي ارتكب أكثر من 4 أخطاء شخصية. أبص إيديها الشمال هنا فعلا هي جيدة. بتصوب الرمية الحرة الأولى ريم هشام بتنجح بالتسجيل 81-69. بتصوب الرمية الحرة الثانية بتنجح بالتسجيل 82-69. نادين بتعدي، نادين تقف على كرتها تلعبها في نص الملعب لبيكو وخطأ شخصي على نور علي هيستوجب ادخال الكره من الحد النهائي. بيكو هتطلع الكره تلعبها الميرال لرنيم تحت الباسكت وخطه فيه عكسيه ما تنجحش في التسجيل تروح الكره على طول لسبورتنج. ريم هشام وتحت الباسكت لوحدها ولكن ما تنجحش في التسجيل نور. تروح الكره للاهلي تاخدها على طول بيكو، بيكو لرنيم تحت الباسكت ويا سلام يا رنيم بس عايزه زقه كمان يا رنيم. تروح الكره لبيتس، بيتس لاجر لريم هشام. ريم شاور لهم كده على الخطه اللي هيلعبوا بيها. حاول تعدي وفضل 3 ثواني على زمن الهجمه وبينجح دفاع الاهلي انه يجمد هجمه سبورتنج ويرتكب مخالفه زمن الهجمه. بيكو داخله بيكو على الباسكت والباسكت فاضي وبتنجح انها تسجل نقطتين وتاخد خطا الشخصي برميه حره اضافيه 71-82. 3 دقايق و15 ثانية على نهاية المباراة. رمية حرة إضافية. مصر التأمين والظهور في المركز 7 والـ8 هيلعبوا مع المركز 9 والـ10 السيدو مدينة نصر وبيست أوف 3 واللي هيفوز هيلعب بعد كده المركز الأول هنا مع السابع اللي هيدخل بقى في الـ7 والـ8. المركز الاول هيلعب مع الثامن، المركز الثاني هيلعب مع
السابع، المركز الثالث مع السادس، المركز الرابع مع الخامس. رميتين حرتين. كابتن امير كان رافع ايده كده باتنين، ولا بيقول فاضل ثانيتين؟ لا فاضل ثانيتين على زمن الهجمه. وبتروح للاهلي، تاخدها مرال وتحت الباسكت. يا سلام يا رنيم، واخده مكان مميز قوي، على طول خدت الكره، سجلت نقطتين ترفع النتيجه 74-82. بيتس ريم، وتصويبه من ريم، ثلاثيه ريم، والثلاثيه الثانيه لريم هشام. يعني لو شفنا الثلاثيات النهارده، الاهلي ثلاث ثلاثيات وداخله نادين ما تنجحش في التسجيل، وخطا شخصي لصالح جايده. نشوف احتسبه على جايده ولا الجايده، لصالح جايده يستوجب ادخال الكره من الحد النهائي. اما سبورتنج ثمان ثلاثيات. نادينا تطلع الكوره، تاخدها على طول جيده، وخطافيه عكسيه بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 76-85. بيتس بتحاول تعدي من مرال، بتقفل عليها ولكن بتعرف تباصي، وتروح الكوره لريم. وريم الخطا الشخصي على جيده. رميتين حرتين، لان الاهلي ارتكب اكثر من اربع اخطاء شخصيه. هتصوب ريم هشام الرميه الحره الاولى. هتصوب الرميه الحره الثانيه. لا صوبتي دي جابت ثلاثيه من هنا اهو. قلت لها يا بنت اللذينه اوزعه. تنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه. نص الباسكت. ترفع النتيجه 86-76. بيكو. بتعدي بيكو. وتصوب قصيره، تروح لسبورتنج، تاخدها هاجر. هاجر تلعبها الريم. ريم ناحية الشمال، هات وخد مع نوران. بتحاول تعدي، قافلة عليها مرال. ودخول من بيتس، ولكن تقطعها جايدة. جايدة الرنيم. رنيم معاه نادين، وتلعب لنادين. والثلاثية، ثلاثية نادين السلعاوي، الثلاثية الأولى لنادين. ترفع النتيجة 79-86. ريم تعكس الملعب لبيتس، وتصويبة متوسطة من نادين ياسر بتسجل نقطتين ترفع النتيجة 88-79. نادينا تطلع الكرة. بيكو. مرال تلعبها لجيدة، وتصويبة تخبط سن الحلقة، تروح لسبورتنج. وهي نفسها نشوف القرار ايه.
نشوف القرار ايه. كابتن مرام كابتن امير بيتناقشوا في القرار، هنشوف القرار ايه، هل سلوك الرياضي ولا خطا شخصي عادي. فعلا سلوك غير رياضي، هو نفس الحاله اللي فاتت الناحيه الثانيه هي هي. يعني نفس الحاله اللي اتحسبت على الاهلي الناحيه الثانيه هي هي نفسها، فكده يبقى سلوك غير رياضي. بتصوب رنيم الرميه الحره الاولى ما بتنجحش في التسجيل. بتنجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه 80 88. حيازه للكوره بزمن هجمه 14 ثانيه. ميرال لجايده تلعبها لبيكو وتصويبه ثلاثيه بيكو. يا سلام يا بيكو، 83 88 5 بونت. وخطا شخصي وسلوك غير رياضي. سلوك غير رياضي. ثمانية وثمانين سبورتنج، 83 الاهلي. ورميتين وحيازة. بتصوب الاولى بتنجح تسجيلها 89. صوبت الثانية ما نجحتش في التسجيل ولكن طلبت التغيير للإصابة. بنقول لها سلامات يا ريم. طبعا زمن الهجمة هيكون هو المتبقي من المباراة اللي هو ال 12 سنة. بيتس. ونقطتين. وبتنتهي احداث المباراه بفوز سبورتنج 91 83. وكده يبقى الترتيب النهائي للثمانيه، سبورتنج في المركز الاول، الاهلي في المركز الثاني، الجزيره في الثالث، هليوبلس في المركز الرابع، سموحه في المركز الخامس، الاتحاد السكندري في المركز السادس، مصر التامين في المركز السابع، والظهور في المركز الثامن. الى ان نلتقي مع حضراتكم في مباراه قادمه، لكم تحياتي، كان معكم معلق رياضي دكتور وائل ابو العزم، والى اللقاء. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.